مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. ضيف اليوم ميران احمد، فنان واعلامي سوري لديه 10 سنوات خبره في العمل الاعلامي والفني. عمل في مجموعه من وسائل الاعلام السوريه مثل قناه سوريا وقناه دار الايمان، وعمل ايضا في راديوهات مثل راديو الوان ونسائم سوريا. مقيم حاليا في مدينة ميونخ في ألمانيا. رحبوا معي بضيفنا الفنان ميران أحمد. أهلا وسهلا فيك ميران في برنامج نور شو في موسمه الثاني. أهلا وسهلا فيك طبعا وبجميع المشاهدين. ميران أحمد، لو تكرمت بيعني وقت قصير تحكي لنا عن نفسك. نبذة صغيرة هي دائما، نبذة هيك بسيطة بنزلقها هيك للضيف. وأنا هلأ أول شيء يعني بموقف صعب، لأنه دائما بكون أنه أنا أخذ محلك بالعادة، فهلأ تبادلنا. يا سيدي، بكل بساطة أنا يعني فيك تقول مثل ما ذكرت حضرتك، يعني أنه بشتغل بميدان الأعلام كمذيع. طبعا بديت من 10 سنين ككاتب مقالات، ومن بعدها انتقلت للاعلام من الاعلام المكتوب بتدرجاته للاعلام كمان المسموع الراديو بسوريا. هذا الحكي. وبعدين كمان اشتغلت بتركيا نفس المبدا، الاعلام المسموع، ومن بعدها انتقلت للاعلام التلفزيوني المرئي. وكيف الدير؟ يا كيف هيك ميا زاع. طب ميران، انت دراستك الجامعيه هي دراستي الجامعيه كانت كيمياء حيويه. شلون صارت بقى هي كيمياء الجامعة الصحافه والاعلام والفن؟ هو فعليا بصراحه يعني كل شيء بيصير مع بحياه البني ادم بيصير لسبب، سبحان الله. يعني فبالبدايه انه بالفعل كان في عندي طموح انه ادرس التمثيل. بسوريا الوضع ما هو كتير سهل إنه الواحد يدرس تمثيل، أو حتى إذا درس إنه يشتغل بهذا المجال ما في كتير تكافؤ فرص، مع إنه درامانا كانت يعني خلينا نقول ناجحة فيما مضى. طبعا هلا الحكي بيختلف شوي. فنزولا عند رغبة الأهل خلينا نحكي، وكمان موضوع النظام التعليمي تبعنا، يعني انت بتجيب المجموع الفلاني فبتدخل الفرع الفلاني، يعني ما هو بكيفك ولا بكيفي بالنهاية. فشفت انه اي فرع انا اكثر شيء بيناسبني، لانه انا كمان وقت دخلت الكيمياء كنت جايب مجموع بحق لي انه ادخل مجموعة من الهندسات، وكان كمان صعب انه ادخل كيمياء، لانه كمان كان في عندي طموح انه ادخل صيدلي بالنهاية، انه عدل صيدلي او شيء بالنهاية. فما مشي الحال انه خلص بقيت على الكيمياء، وصرت تزامنا مع الكيمياء ادرس تمثيل بشكل خاص. درست التمثيل كمان بتياترو بالشام عند الأستاذة مي سكاف الله يرحمها، ويعني كان مجموعة من الأشخاص معي هلأ يعني ما شاء الله عليهم نجوم شاشة، وأنا بفتخر فيهم كلياتهم. يخلي لي قلبك، الله يحفظك. فهذا الترتيب. يعني أنا الكيمياء بالنسبة لي أعطتني على الصعيد الشخصي الدقة برؤية التفاصيل، لأنه وقت بتصير كيميائي أنت ما بتشوف يعني الطاولة ولا الكرسي ولا الفنجان، بتشوف المواد اللي جواتهم، يعني بتحس أنه في شيء بدقق بهذا الموضوع. فخلتني أنه ركز على التفاصيل. من بعد التمثيل أعطاني بعد الخيال وتزامنا معهم، فصار في عندي أنه واحد عم شوف من جوا يعني ومن برا فيك تقول، فصار في هذا التوازن، انه صرت قادر انه وازن بين اثنين. حلو. طيب يعني انت هلا انت بدك تعرف عن نفسك، تعرف عن نفسك كصحفي ولا كفنان كممثل؟ يعني هن انت طبعا هن يعني انت ما بعرف كيف جامع بيناتهم، يعني هن شغلتين الكل مؤجمع انه هن صعب ومستحيل تجمع بين الصحافه والفن. هي فعليا لانه
فيك تقول صعبة وسهلة بآن المعنى، لأنه الأعلامي يمتلك أدوات مشابهة لأدوات الممثل يعني بالنهاية، يعني الصوت والأداء كمان أنت عم تأدي يعني قدام الكاميرا، أنت عم تأدي كأعلامي وقت عم تسأل كمان نفس المبدأ، عم تلعب أنت دور، فيك تقول أنت دور الشخص الغايب بهي الجمعة. أنا إذا كان عندي مجموعة ضيوف فأنا بدي يكون صوتي صوت الحق، صوت الشخص اللي ما هو موجود، صوت مثلا إذا كان صوت المحامي، إذا كان ما في حدا مثلا كل واحد عم يقول رأيه وأنا بالنهاية لا أنه أنت رأيك غلط، فأنا لازم أكون هذا الشخص. فبيمتلكوا نفس الأدوات، يعني بشوف أنه ما كتير مختلفين عن بعض. والقدر سبحان الله يعني بيسوقك، يعني بيقول لك انه يلا الامور بتجيك، تشتغل مره تلفزيون مره تمثيل مره كذا، انت حسب الفرص اللي بتجيك صح؟ بتلعب دور الفرص، بس كمان القصه انه انا في عندي ولاء للتمثيل بشكل كبير، بس ظلمته يعني خلال 10 سنين انا ظلمت كثير الجانب الفني مني. احكي لنا عن اول تجربه بلشت فيها بالتمثيل. أول تجربة كانت طبعا مسرح، نحن بنبدأ بالمسرح بسوريا وبالذات بحلب، فاشتغلت مع الشباب يعني مجموعة من الشباب الهواة وأيضا محترفين. حقيقة يعني كانوا هن محترفين علي لأنه أنا كنت لسه أول تجربة إلي. أيوة تازة يعني إنه لقطوني. والاستاذ كان المخرج اسمه محمد طينون الله يرحمه، هلا هو يعني عامل يعني هو حدا كثير مهم على صعيد المسرحي بحلب باتحاد شبيبه الثوره، فاشتغلنا مسرحيه اسمها الحفله، وكنت اخذ دور يعني كمان غريب لانه كنت بدايه حياتي الجامعيه و ماني يعني بمرحلة عمرية إنه تتناسب الشخصية اللي أخذتها. أخذت دور إنه دكتور جامعة بحفلة فيها، خلينا أقول لك إنه هو مخمور وهو بيقعد هيك بيحكي بنظريات، فكان الدور كمان مانو سهل إنه أنا أطلع بهيك دور كبداية. وبعدين توالت المسرحيات وهيك مشيت بهي يعني بهالطريق. طيب تجربة الإعلام؟ الإعلام هلا قصته شوي غريبة. كنت أنا أدرس بمعهد الموسيقى عند أستاذ ياسر عبد الكريم عساني، هلا بوجه له تحية طبعا، هو من هو جايك أنا بالحكي، فهو من بعتبره أنا العرابي الأول على الصعيد الفني، قدم لي كتير يعني، هو كان عنده استوديو تسجيل صوتي كمان بحلب، كنت أدرس أنا على إيده الجيتار، بس أنا هلا حاليا ما بعزف طبعا، وبالأصل ما يعني ما كتير دخلت بهي السوسة، ما اهتميت لأنه كان في عندي يعني آلة موسيقية تانية، بس للأسف ما قدرت يعني، كان عمري كبير على أنه أتعلم وهي الكمان. فشاف أنه في عندي صوت إذاعي أو يعني له وقع منيح، فقال لي شو رأيك أنه تسجل قصائد، أنه هو كمان عنده مجموعة من القصائد وشاعر وملحن. فقلت له ايه اوكي نجرب، وبالفعل جربنا وتوالت يعني الألبومات، كان صايرة موضة كان بهذاك الوقت كاسيتات، فكاسيتات وألبومات. اشتغلت ألبوم مع شركة إنتاج الملك، وهي مأخوذة من يعني كان في عندها وكيل من مزيكا، فاشتغلت بهذا المبدأ. وبعدين يعني تقريبا شيء 49 أو 50 ترك بهذا الخصوص، يعني خصوص بس الإلقاء الشعري خلينا نحكي، شيء طبعا كمان انا من كتابتي، وشيء من كتابه الاستاذ ياسر عبد الكريم، وشيء من كتابه الاستاذ كمان صلاح اسطنبولي، واللي اشتغلت معه كمان عمل مغاير، هو كان مستر بين الحلبي. هون كمان صار الاستديو صار يعني انه انا اشتغل بشكل فعال بهذا الاستديو اللي موجود، فشو في امكانيات فيني انا استفيد منها اشتغل عليها. فكان العمل هو انه دبلجه لمستر بن بس باللكنه باللهجه الحلبيه، والحمد لله العمل يعني عمل يعني على الصعيد الشعبي عمل نجاح حلو.
وبديت انه انعرف بناحيه الاسم، وهي البدايات يعني هيك بداياتي كانت. طيب ميرال رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل الحلقه. اصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم اصدقائي من جديد، نرحب مره ثانيه باخي وصديقي ميران احمد. اهلا وسهلا فيك ميران. اهلا فيك كمان. ميران احنا ما حكينا كثير عن بداياتك. البدايات الاعلاميه يعني الإعلامية. بالفعل بدنا هيك بس معش هيك نسترسل شوي اكثر بكثير. حكيت شلون شوي شلون يعني هيك بالفعل انا حكيت شوي انه بس انه كيف اكتشفت انه في صوت نوعا ما او خامه اذاعيه. ما لك هيك حدا قال لك يلا روح صير صحفي وصرت؟ لا والله هيك بدي هيك هذول الطالب بصراحه ما كان عاجبني الوضع بالعموم، يعني دائما كان في نزع انه ضد التيار. حتى رفقاتي من وقت ما يعني اللي عاشروني بهذاك الوقت بيعرفوا انه كنت دائما متمرد على كل شيء موجود بالمجتمع، وهذا التمرد يظهر يعني انا راهقت مثل ما بقولوا في ناس بتراهق بتدخن او بتعمل شغلات ما بتعرف شلون. انا كانت مراهقتي بالشكل انه بس بدي اطلع انه خلص انه شكلي انا اني اعرف خليقه في شيء غلط، عرفت كيف؟ فأعمل تصريحات غريبة عجيبة، وبالتمثيل كان ينفذني هذا الموضوع أنه أنا أعمل كاركترات أنزل على الشارع. يعني كان القصة مثلا أنه أعمل حالي أخرس، أعمل حالي أخذ شخصيات على أرض الواقع أنه مثلا. بالصعيد الإعلامي بديت بشكل فعلي بمجموعة مقالات كانت تنزل بجرائد ومجلات، ما بدنا نذكر لأنه الأسماء يعني بتعرف أنت هلا تغيرت التوجهات مع الأسف. مع الأسف. بس كشكل يعني احترافي بديت بموقع عالم نوح، هو موقع ثقافي فني كان مثل أرشيف الحياة الثقافية والفنية موجودة بسوريا بشكل عام وبحلب بشكل خاص للأستاذ نوح عمار حميمي، وهو كمان أنا بعتبره عرابي الثاني بحياتي. طبعا بدي أوجه له تحية كمان. اشتغلت مجموعة كبيرة من المقالات، كنت حرر وروح أعمل لقاءات، يعني خلص أنه خلص بشكل احترافي بديت بهذا الموضوع. بعدين كان في مسابقة عملتها إحدى الإذاعات بسوريا، فقلت أقدم يا معلم. يعني أنت بتعرف إنه في واسطات وقصص، بس إنه أقدم اضرب عطيني بالحيط عسى يعني تزبط يعني. فبالفعل هذا اللي عملته، رحت أنا ورفيقي، وكان في موقف كتير لهلأ بتذكره، وبصراحة يعني بهداك الوقت كتير صعب كان علي، لأنه رفيقي كان يمتلك خضرة إذاعية، لأنه من صغره هو متعود أنه يحكي بأسلوب الإذاعة اللبنانية، وأنه بيحكي لبناني كتير منيح، وأنه هو بتحسه مذيع بس أنه ما سوري لبناني. فوقت قدمنا مع بعض واختارونا أول شيء، نحن كل من أصل 1400 شخص تقريبا كانت الخيار، بعدين نزلوا 400، بعدين صرنا 20. أنا ما عرفت بالأرقام لبعد ما وصلت للأخير يعني المرحلة الأخيرة قالوا لنا بالأرقام. فكان معي هو من 20. بدينا بالتست الأداء والشغل على هذا الموضوع، طولنا تقريبا سنة بروفات وهيك. فأول شيء قالوا له أنه أنت كتير حلو بس أنت ما أنك مذيع سوري، يعني أنت مذيع لبناني. المرحلة اللي بعدها ما اتصلوا فيه، اتصلوا فيني. هو اتصل فيني قال لي شو صار معك اتصلوا فيك؟ فأنا اتصلوا فيني فما عرفت شو بدي أقول له. يعني قلت له نعم يعني ما إيه طيب شو يعني؟ قلت له والله إيه يعني بالنهاية خلص يعني شو بدي خبي، خلص بده يطلع صوتك على الهواء أنت بالنهاية. طولنا بالتدريبات فترة طويلة، كانت سنة تدريبات. أول مرة بتذكر أنه قلت يسعد مساكن للجمهور، جاني قالب كيك أنه خلص أنت قلت يسعد مساكن، أنه تمام الوضع. بس قلت هاي الجملة يعني يسعد مساكن أنه أنت بتسمعوا الإذاعة الفلانية بسوريا، وهيك الترتيب. وكان بالنسبة إلي يعني نبضاتي 10,000 بتعرف أنت. بعدين لا صار في يعني خبرة بهذا الموضوع، انه الوقفة الكتير قدام الكاميرا،
على صعيد العالم التلفزيوني وقبل فصل الحواس والتمرينات والتدريبات بالإذاعة تتعود يعني بيمشي حالك. يعني هلا سر نجاحك ايش هو؟ ما بعرف اذا انا ناجح ولا لا، بس انه في عندي اصرار. هلا الناس اللي كاتبه على السوشيال ميديا عم بتقول انه انت شخص ناجح، بدهم يعرفوا. بنقول يا رب الحمد لله، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى. هذا يعني اول شيء، يعني في معيه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني دائما يعني بقول انه ربنا هو عم بيهيئ لي دائما الظروف والتجارب اللي بتصقلني أكثر وبتطورني أكثر، وإن شاء الله للمستقبل بتصنع مني إنسان. يعني وقت تتذكروا الناس، وقت بينحكى بمسيرة بشرية، بيقول إنه هذا الإنسان الحمد لله أدى رسالته كما ينبغي كبشري عاش على هاي الأرض بهاي الفترة. وإن شاء الله نكون بهذا الموضوع. أنا مصر دائما في عندي اصرار بفضل ربنا سبحانه وتعالى انه لازم انت الأصرار. توصل لهذا الموضوع اللي انت اخذته، ودائما انه واحد يرقد ورا حلمه. في معيقات كثير وفي ظروف كثير، ونحن مجتمع بالاصل الظروف غير مهيئه ابدا انه انت تحضن حدا ناجح. تماما، خلينا نكون واقعيين. بين قوسين الواسطه هي اللي بتحكي، واسطه وغيرها. يعني في عندك كتير صعوبات، فبدك تكون ذكي جدا لتحتال وتتماشى انه انت تطلع من هي القصة. طيب هلا نحن بدنا نحكي بعد اذنك عن الهجرة. الهجرة اول ما فكرت تهجر لهجر قصرك ورجع بيت الشعر تهجر سوريا ايه. وتنطلق الى تركيا اول شيء. كان في عندي بصراحه خيارين، يا اما انا بطلع على تركيا، يا اما بطلع على بيروت وعلى لبنان بشكل عام. وانا عندي بيت جدي، كانوا يعني اخوالي عايشين ببيروت من سنين طويله، يعني مو انه حديث العهد. ف حتى انه كانت كمان انه المشيئه الربانيه انه انا بيطلع مع خالي، خلص انه طالع على بيروت على اساس. بعدين خالي قال لي فرجيني هويتك، فرجيته هويتي، قال لي طب مكسوره هي. وهي بالفعل كانت انه مكسوره، وماني كسره اصابعا بس انه مكسوره. قال لي والله انه ايه، يعني انه شو انه تطلع انت وهويتك مكسوره، فلا خليك. سو فورت على ايوه تماما. تعرف انت كانت بهداك الوقت كان الوضع كثير صعب، يعني انه تسافر او تتنقل وهويتك هيك. ف ما طلعت على بيروت. بعد فترة يعني مرأت بظروف معينة، يعني وكان حالة استشهاد أخي وكذا، فأهلي أهلي الله يسلمك يا رب، فأهلي أنه طلع، يعني أنه خلص طلع. فما كان في عندي مجال غير أنه أترك كل شيء وأطلع على تركيا، أنه كان خلص أنه لهذا الطريق المتاح. وبتوقع انه وصلت بزمن يعني مبكر مقارنه مع البقيه. كان 2013 تقريبا، الشهر الخامس بتذكر منيح. طبيت بتركيا مثل ما بيقولوا نحن بلهجتنا. ف من بعدها عانيت شوي اول فتره، اول مرحله دخلت على تركيا مباشره. انت طبعا انت بتعرف حدا رايح اللي عنده هنيك؟ ابدا ابدا ما بتعرف. هيك يعني طالع انت مانك عارفان شو بده يصير معك، مانك عارفان معك مبلغ ابدا ما بيساعدك، بدك تحاول انه تشتغل وتظبط وضعك لحتى انه يمشي حالك. والاهل كمان عايشين، كانوا ظروف مانا سهله. فبالبدايه باول 6 شهور يعني انا بحكيها دائما يعني رفقاتي بيعرفوا هذا الموضوع، وهي عم بحكيها لأول مرة على العلن، بس من باب أنه الشخص يكون عنده ثقة أنه ربنا سبحانه وتعالى ما بيتركه. كانت ظروف كتير صعبة، يعني اشتغلت بس مشان أكل وأشرب وعيش ونام، يعني بس أنه هاي القصة، يعني ما في مردود مادي. إيش هي الشغلة اللي اشتغلتها بتركيا أول ما دخلت؟ البداية كانت ترجمة. اشتغلت بمكتب يعني تركي،
التركي ترجم وراء هو كان بالإنجليزي وعربي أوكي. وتعلمت شوية التركي بس خصوصي كان بالإنجليزي وعربي هذا الخصوص وفي شغلات كنت أعملها كمان على جانب هذا الموضوع استفادوا منها يعني الأتراك كانوا محبين إذا أنت عربي فأنت بدك تفهمون شوية عن موضوع الأمور الدينية تقرأ لون القرآن أو هذا الموضوع وهذا الجانب أنا كان عندي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى دارس تجويد يعني من صغر فكمان ساعدني أنه أدخل بالجو التركي عشت هاي الفترة عند إمام مسجد هو كان بقونيا تركي فكنت كمان يعني أقرأ القرآن كمان للإذاعة على إذاعة مسجد قريب لضريح مولانا جلال الدين الرومي اللي دائما بصرح أنه هو جدي الأكبر فكانت يعني حالة خصوصية جدا أنه بتحس أنه يعني سبحانك يا ربي أنت كيف مرتب الأمور ومتكتكها ومزبطها لحتى أنه هي التراتبية الواحد يعيشها. طب أنت هون ميران التزامك نقول أو أنت كشخص متدين حسب شو صفة متدين يعني هلأ المشكلة متدين أنك ملتزم بصلاتك مثلا ملتزم بعبادتك بدينك منقول يا رب منقول يا رب هذا طب هذا شيء مثلا ما بيتعارض مع الفن والموسيقى والتمثيل يعني بدنا بس هيك ناخذ فكره عن هالموضوع لاني ناس كثير بتحكي عن هالموضوع غالبا بصفه سيئه سلبيه يعني وبالفعل انا كثير واجهت مشاكل بهذا الخصوص يعني كان وقت كنت ادرس بالمعهد الفكره ببالون انه الممثل هو شخص يعني اخر همه هو الدين تماما يعني. وحتى بوقت كنت ادرس بالمعهد بالفعل يعني واجهتني هي القصه وكان مثلا في فتره شهر رمضان انا صايم يعني تعتبر ما في غير يمكن اثنين من اصل 17 شخص يعني صايمين وانه طب انت عندك تمارين كثير قاسيه بالتمثيل وعندك شغل طويل وانت يعني كيف بتصوم وهي يعني هذا في نوع للاسف الوسط اللي نحن عايشين فيه كنا بسوريا الوسط الفني خليه اقول لك هو يعتبر نفسه حر ولكن يقصي هذا الجانب من الشخصيه لبعض الاشخاص يعني بقول لك في استهجان انه انت صايم انت بتصلي معقول او كذا فبتحس حالك انه اي طيب اوكي يعني انا حريتي الشخصيه بالنهايه هذا الشيء اللي اكتشفناه هون باوروبا يعني انه انت عادي يعني انت شو بدك انت فيني ما انا بصلي ولا كذا انت عم تتعامل معي بالنهايه تمام هلا طبعا ماني كمان انا هذا الشخص اللي كثير يعني نسال الله انه نكون قدر الإمكان يعني مع ربنا سبحانه وتعالى ولكن يعني الله ساتر الله ساترنا يعني نحن اسمنا بالأخير بشر يعني والبشر ضعيف الله ساترنا مثل ما بقولوا والحمد لله يعني في مجموعة قصص فلا في توازن أي شخص لازم يعني هذا الدين بالنسبة لي هو أسلوب حياة يعني إنه الدين ما هو عائق لأنه ما هو عائق لأنه أسلوب حياة معلم يعني المشكلة هلأ نحن عم نفصل الدين عن كل شيء وهي مصيبة هي مصيبة حقيقية يعني أنت عم تجي بتقول مثلا أنه للأسف الجماعات الفلانية هي إلى لابسة ثوب الدين وهذا الحكي أنت معلش أنت عم تشتغل الدين لأجل السياسة مو السياسة لأجل الدين وهذه مصيبة لأنه الدين هو أسلوب نزل من ربنا سبحانه وتعالى لحتى أنت تعيش بهي الحياة الدنيا أفضل يعني أفضل ما يمكن شامل كامل. نظام حياة متكامل وأفضل ما يمكن أن تتقدم علاقتك نظم كل شيء تماما. يعني لا يغادر تفصيله فعليا اللي بيقول لك عكس هذا الكلام هو بيكون ما نفهم شيء بدينه والمصيبة أنه كمان نحن حاليا صار في عنا إسلاموفوبيا حاليا صار في عنا حتى توجه كتير غريب أنه الكره للدين يعني أنت هلا قلت مثلا انت شخص متدين انا متاكد انه في مليون بني ادم عمل بلوك ببساطه هيك بلوك لو كان ماني بلوك انه فيسبوك او قصص بس بلوك سمعي بلوك بنظري ليه لانه نحن صار في برمجه باللاوعي تبعيتنا متدين معناتها هذا ماسك المسبحه وشخص تحت اباطه وداخل عرفت كيف وما منفتح مع الاخر واستغفر الله يا كذا شو عم تعمل انت لا هذا متشدد
هذا ممكن يكون بمرحلة ما متطرف. بس لا، اللي بيعرف الدين الحق واللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى الحق، يعني ربنا كذات ما بنعرف بس أنه صفات وآثار، بتفهم أنت شو يعني أخلاقيات بالنهاية. يعني مثل ما بيقول ابن القيم أنه الدين كله خلق، من فقك خلقا ففقك بالدين. يعني فعلى أساس أنت عم تمشي. هذا موضوع كثير بيخصني انا، يعني بالنسبه لي لحد هلا في عندي هذا النفس انه يا اخي ليه عم تعملوا هذا، هي التفرقه ليه؟ انت يعني عم تحس انه لا الدين عائق فكري، عائق لانه تكمل، عائق لانه انت يعني ان كان دنيويا وان كان اخرويا انه انت تكون ناجح بحياتك. هي نظرة غريبة وللأسف انزرعت على مدى سنين وسنين في راسنا، والأعلام لعب دور كتير كبير ليوجه الأشخاص. يعني أنت بتشوف الشخص المتدين بالمسلسل أو كذا هو هذا الشخص المتطرف تماما، يعني ما بتعرف أنه هذا الشخص لحيته طويلة، لبس جلابية، سداشته تحت أباطه، مسبحته في إيده، هذا الشخص المتدين، هذا مو متدين تماما. هلأ بغض النظر، يعني حتى أنا في عندي مشاكل كتير مع هدول الأشخاص أنه أنا معلش أنت في عندك أحكام وعندك أخلاقيات. يا أخي آيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتجاوز 110 آيات، البقايا من أصل كل هالآيات عندك قصص وأخلاقيات وكيف بتهذب الشخص لحتى يصير إنسان أفضل. تمام. بيجي أنت بمسك لي هاي حلال حرام، بتصلي ما بتصلي كذا، يا أخي في روح للدين بالأصل، قبل أنه في شرائع طبعا وفي فرائض، هذا ليس استنكار وليس استهجان، هذا فرائض بالنهاية، بس بدك تراعي أنه أنت بالنهاية أنا شو بدي بصلاتك إذا أنت مقصي الآخر، عفوا منك، يعني أنا شو بيهمني إذا أنت بتصوم وأنت مثلا تعاملك مع الشخص، أو مثلا إذا أجا واحد بموقف معين وقال لك صدق لمالك لهذا الفقير، لا مالي، يعني عرفت هي القصص؟ طب أنت وين، شو هالفكرة اللي عندك يا، شو هالازدواجية، شو هالنفاق الاجتماعي اللي نحن عايشينه؟ يعني اللي بيضايقني بمجتمعنا أنه نحن عايشين أعلى درجات النفاق الاجتماعي، وهذا الشيء اللي وصلنا لما الشيء اللي وصلنا له للأسف، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيغفر هذا الموضوع، ما بيغفر النفاق. يعني والشرك الأصغر اللي نحن داخلين فيه مثل السوسة، بتلاقي ربه شغله، ربه مرته، ربه النساء، ربه أي شيء إلا ربه، بس ما بيقول هالحكي. يعني هو تعلق قلبه بهذا الموضوع عمليا عم بيوجه توجهاته كلها تماما، يعني بينسى الخالق، بتقول له بتحب الله، بيقول لك ايه بحب الله، بس على ارض الواقع هو بيحب كل شيء. وبعدين والعياذ بالله، انه ربنا وينه بقلبك انت ربنا؟ فهذا الموضوع بالنسبه للدين والتدين بحياتي انا كميرا، الله المستعان. أنا آسف إن فعلت شوي، بس الموضوع كثير بحسه إنه بيخصني. شيء مهم إنه هلا عم نشوف شباب معنا هدول شغلات مهمة هلا، وكثير أسئلة عم تتوجه، والناس كلها يعني فكرتها هي إنه خلص بمجرد أنت فنان معناته أنت لا أخلاق لا دين لا تربية لا شيء، لأنك أنت خلص فنان، يعني لازم تقدر تمثل التمثيل الدور اللي بينفرض عليك، بدك تعمل الشيء اللي بدي ينفرض عليك، عرفت شلون؟ فما بقى في دين هون في الموضوع. ففي كثير شخصيات متدينه وملتزمه وكذا، يمكن متدينه كمعتدله يعني تماما بتلاقي ما شاء الله ملتزمين ودينيا واخلاقيا وفنان كبير وقدير، عرفت شلون؟ واموره بخير. هو يعني هذا كمان الدين المعتدل والدين، يا اخي الدين دين، الاسلام اسلام، تساوي لي اسلام جديد، اسلام معتدل، واسلام ما بعرف شو، وهي المصطلحات اللي هن عم يحطوها في راسنا لحتى انه نحن نتبعها، ويصير الاخ يكره اخوه، وكل واحد يتصنف بتصنيف معين، وكل واحد يعني عفوا منك، اللي ما بيعرف ربه ما بيعرف يتعامل مع الاخر. تمام. اللي بده يعامل الاخر بالاحكام مصيبه. تمام. مصيبه، لانه في عنا شيء لهلا انا عتبي على الاشخاص اللي هي يفترض انه تكون حامله دينا، اللي دارسه في شيء اسمه فقه الواقع، ما عايشينه نحن فقه الواقع اللي خلى سيدنا عمر بعمل القحط انه ما يقطع يد السارق، مع انه في نص قراني انه يقطع يد السارق. تمام. هو هلا لو كان سيدنا عمر على هذا العصر كان كفروا دغري. تمام. هذا في فقه واقع ما بينتبهوا له،
نحن عايشين يا جماعة بعصر فتن، بعصر يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، وجاي بالأخير بيجي بيقول لي شغلات عن جد غير منطقية، يعني بيحلل وبيحرم وبيسأل على تفاصيل غريبة جدا، يعني غريب تسأل فيها بهذا العصر. يعني بقول لك لا حرام، هلا الاختلاط حرام. لا يا أخي، هلا نحن في ضرورة، يعني ما فيك تقول لي انه والله ما في. بقول لك انه في تبعات، في قصص، بس في شيء غير منطقي. كل واحد في شيء غير منطقي ببساطه، في شيء غير منطقي. نحن هلا انا بالنسبه لي على مبدا، كان في عندي مبدا انه التجربه اول شيء، انه واحد يجرب كل شيء، وبالفعل جربت كثير شغلات، في شغلات كثير شغلات ممكن تكون غلط جربتها على أساس أشوف إنه شو متزبط القصص. أنا بنصح أي شخص، لأنه هي كمان قصة صايرة كتير عند الشباب، ونحن من صغرنا إنه بحب جرب وبشوف، لأنه أهلي اللي قالوا لي يعني ما مثل اللي أنا عم شوفه، ورفيقي وكذا مثلا دخان أو مشروب أو أي شيء. لا تجرب المجرب، اللي بجرب المجرب عقله مخرب. بالنهاية في عرف اجتماعي، وأنا بنصح عن جد أي شخص، لأنه إذا ما عنده إرادة قوية بتسوقه التجربة، تأخذها يعني تأخذه عفوا لمصافي الهلاك. فينا نقول حكينا كتير ميران، حكينا كتير بهذا الجانب. إيه الوقت. طيب نأخذ فاصل ونرجع نكمل أسئلة كتير مهمة من الناس. أصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، منرحب مرة ثالثة بأخينا ميران. يا ميران، أنا شو أعمل لك لحتى هيك؟ في كتير طول بالك، رخي شوي. في كتير شباب وصبايا يعني بالسوشيال ميديا كتبوا لك أسئلة، يعني شيء داخل بمجالك وشيء خارج بمجالك. هات لنشوف. فنحن راح أسألك أنا السؤال كمان مذكور، وأنت بعد إذنك يا بتتحفظ على الجواب يا بتجاوب. طيب ماشي. طيب السؤال الأول اللي هو كيف بتوصف رغبة كتير ناس بالشهرة حتى لو على حساب المحتوى يلي عم تقدمه، وبنفس الوقت عم يحقق مشاهدات عالية؟ هلا الشهرة هذا مرض يعني منتشر نتيجة التعمق بالظاهر، انه انت صار في كل شخص انه بده يبرز صورته، ونحن بعصر الصور فعليا، فكل واحد بجمع لايكات اكثر، او غايته الشهرة فعليا، يعني بيدخل التمثيل مشان ينشهر وبيعمل اي شيء مشان ينشهر. والمشكلة انه الشهرة بتختلف تماما عن الرسالة. يعني احيانا محتويات ميران تافهة، فعلا تافهة للأسف. هي سمة المرحلة، يعني نحن في سمة المرحلة التفاهة هلا بالنسبة لكثير أشخاص. شرب مي وكبت على حاله يضحكوا خلص لايكات وتعليقات. تعرف ليه هذا الشخص؟ يعني نفسيا الإنسان بيلجأ للتفاهة لما بيكون مجروح كثير، وما بيحاول يتعامل مع الجرح تبعه بطريقة يعني يواجه. مريض نفسي بنقول مثلا، هي هلا المرض النفسي، يعني العفو منك، بمجتمعنا نحن يعني هذا شيزوفرينيا اجتماعية نحن عايشينها، يعني هو مرض. نحن كلنا ياتنا مرضى نفسيا بمجتمعاتنا قولا واحدا، وبهذا العصر قل ما يندر انه يكون في شخص ما عنده عفو منك ان يعني انحرافات عن الصحة النفسية، لأنه في عندك أنت عوامل للصحة النفسية. نحن واحد من هالعوامل ما أنا متوافر عنا يعني. فعندك إيه بالفعل في عنا هاي القصة، يعني إنه أنت ما بيواجه حاله هذا الشخص، ما بيواجه إنه بده يطلع يزبط أموره، فبيلجأ للتفاهة مجروح. والمشكلة إنه الضغوط الأسباب عم تحاصره، بدل ما يلجأ للمسبب فبيلجأ لمواضيع بلتهي فيها. بس إنه لا تحكي لي سياسة، لا تحكي لي ثقافة، لا تحكي لي أي شيء بيخطر على بالك، بيشغل المخ، بتعب منه. تمام. فلا خليني بالتفاهة أزبط لي، وبيضحك إنه هي أمور تمام وكذا. شو فأنا للأسف هذول اللي الأشخاص بدعيهم إنه يراجعوا نفسهم، لأنه الموضوع مسألة سنة سنتين، يعني ماكسيموم ممكن واحد يعيش 10 سنين وبعدها انطفى
انطفى ولا شيء، هاي آثاره النفسية يعني بالنهاية راح تواجه حالك، راح تواجه حالك أي شخص. يا جماعة نحن بالمجتمع المكبوت خلونا نحاول قدر الإمكان أنه كل واحد على الأقل وقت يوقف قدام المراية يحترم حاله قدامه، ما يحترم حالي، يعني ما يخليني أنا بيني وبين الآخر، ما أعمل مشان الآخر، أنا على الأقل وقت أوقف قدام المراية أحترم حالي، ما أنا أقول إنه ينعن ديبك شو عملت أنت بهالحياة، بساطة. شو في أسئلة كمان؟ طيب، السؤال اللي بعده بيقول لك بتندم لأنك ما ركبت موجة السوشيال ميديا واليوتيوبرز؟ الحمد لله بفضل ربنا أنه أنا ما بندم على شيء صار معي، لأنه كل شيء بيصير لسبب من الأسباب. بس بعترف أنه أنا كتير ظلمت نفسي بهذا الموضوع، لأنه أمتلك الأدوات اللي بتخليني يوتيوبر، يعني يوتيوبر ناجح بفضل ربنا، يعني بعتبر أنه نفسي أنه إيه ممتلك الأدوات. أكيد ناجح إن شاء الله، نحن هيك كمان نشوفك. فخلي لي قلبك. فأنه بس أنا ظلمت نفسي بهذا الجانب، يعني بالفعل أنا ما اشتغلت كتير على هذا الموضوع. يعني السوشيال ميديا. ندمان لأنك ما صرت يوتيوبر؟ ماني ندمان، بس أنه ظالم نفسي كنت. يعني لحد هلا يعني. بس ماني ندمان، يعني ممكن بالمستقبل يعني ما صار شيء يعني. نكمل. طيب. كمان سؤال تاني كاتب، إمتى آخر مرة ضحكت فيها؟ هلا عم بضحك. الحمد لله اللي بيعرفني انه بيعرف انه دائما بحاول انه ما بعرف هيك انه بكون ايجابي انه مبتسم. الحمد لله الحمد لله، ما بحب الغم. في اوقات يعني اجباري الانسان بين هون وهون، يعني ما انا كمان طول الوقت هذا الشخصيه المبتسمه، بس بحاول انه اتفائل وعالجها بهذا الموضوع، بهذا بالابتسامه. هي سر انه انت رادارك الايجابي يجيب لك النتائج الايجابيه كمان يعني. طيب كمان في سؤال حلو، فيك توصف لنا كيف بتتخيل ال 2030 بخيالك؟ هلا صعب على معطيات اقليميه دوليه ولا على صعيد شخصي، يعني ما بعرف يعني. هذا عم بحكي بشكل عام. بشكل عام 2030 انا متفائل بشكل عام، يعني اي شيء عم بصير على الكوكب. احنا بنبالغ كثير، وسائل الاعلام بتبالغ كثير، والسوشيال ميديا كمان عمل استقطاب انه كل شخص برايه، ومبالغه كبيره كثير لمجموعه مواضيع، ومن ضمنها هي المستقبل الكارثي اللي نحن عايشينه. نحن عايشين بمجتمع او بفتره افضل بكثير من السابق، والانسان الحالي هو انسان متطور جدا عما سبق، وفيما بعد كمان رح يتطور اكثر. وبال 2030 من معلومات انه رح تتضاعف المعرفه بشكل كثير كبير، ورح بتوقع انه نشهد من عصر تزامن بين الاله والانسان، والانسان يكون يعني دوره خلينا نقول بالعقليه الذهنيه اكبر بكثير من الجهد العضلي او الامور هي. ان شاء الله ان شاء الله 2030 تكون حلوه اكيد. طيب ميران كمان سؤال ثاني عم بيقول، بما أنك أنت بألمانيا صرت، فشو بتعلق على موضوع تعاطي الشاب السوري للمخدرات؟ بس ليش كاتب السوري ما فهمت؟ بس إنه الشاب السوري. الشاب السوري ولا غيره، يعني للأسف منطقتنا العربية منطقة موبوءة، وأينما انتشرت الحروب فتنتشر مع تجارة المخدرات والسلاح والأمور الممنوعة، يعني هذا الشيء معروف بالعموم. الموضوع هو المخدرات، يعني هو دفع موجود أو جلب مفقود ببساطة. يعني أنا شيء ما عم بقدر أتعامل معه فبدي يروح عني، فبلجأ لهذا الطريق، ومو بس المخدرات والمشروب وأي شيء تاني يعني. وللأسف هو مصيبة، يعني أنت شخص هو هذا يعني شيء نسبي زمني تفاوت، عرفت كيف؟ يعني ما بعالج أصلا المشكلة، بعالج يعني بس سلوكه، أنه بتعطيني حالة معينة وبعدين يعني ممكن انجر بهذا الادمان، او جلب مفقود انه انا بحب هي الحاله اللي عم تنوجد، او ممكن شخص مكبوت فعليا وهو بعلم النفس، يعني الادويه اللي بيعطوها فيها شيء من المخدرات غالبا يعني.
هي ف بيعطوه للشخص لحتى مثلا اذا كان مكبوت انه يحكي اكثر، يحركوا مجموعه من كان الهرمونات او المواد الكيميائيه الموجوده بالجسم لحتى الانسان يكون مرتاح او مزبط او كذا. هو هي القصص. فبالفعل الاشخاص عم تحاول، وخاصه بعد المصاب اللي نحن صار معنا المصاب الجماعي، ما في مثل ما قلت لك الناس عم تهرب، بس عم تهرب من حالها. وباي قاعده انت بتقعد مع سوريين بشكل خاص، سوريين وعراقيين ايضا، هدول الاكثر شعبين عم بتوقع انه حتى هلا ما شاء الله يعني اليمنيين والليبيين والكل بشكل عام يعني خلاص للاسف يعني. ف صار في هذا الموضوع الهروب، هو يعني هي القاعده بتقوم على هذا الموضوع، يعني احنا عم نمزح وبنضحك وما في حدا بده يقول للثاني كيفك وهو بيعنيها. يعني الناس عم تهرب اصلا من سؤال انه كيفك، الحمد لله تمام مستوره كذا، ايه خلص منيح الحمد لله، ما انه قال اكثر من هيك. أيوة. عرفت كيف؟ مع انه لو سالته كيفك عن جد وبده يجاوب عن جد من غير نفاق اجتماعي، يقول لك والله انا بهوي يعني الوضع زفت بصراحه. طيب تعال نحلها مع بعض، لا بنلجا لكثير امور. بتمنى انا باي بحياه اي شخص هلا عم بيسمعني انه اذا كان في عنده هذا الموضوع، كان حشيش ولا مخدرات ولا كذا، تكون فتره لا اكثر ولا اقل ان شاء الله. ان شاء الله يسمع. طيب كمان سؤال ثاني يمكن حكينا عنه نحن، هو كيف تصف ظاهره الالحاد الجديد وما هي الاسباب المؤديه لذلك؟ بس بنبذة صغيره، يعني الالحاد الجديد هو موضه، يعني هو كان صار دين كمان. يعني الدين هو شو؟ هو مجموعة معتقدات بتآمن فيها مجموعة من الأشخاص بتطبقها على حياتها. عرفت كيف؟ فالإلحاد الجديد هو دين، يعني بتعاطي بمفهوم الديني بتلاقي مجموعة من الأشخاص رافضة وجود الإله، بتتعامل بتصرف معين، ممكن بكتير أمور أنه تكون يعني مبنجة ضميرها، أنه أنا ما بدي هذا الضمير اللي لا، أو الفطرة اللي هي فطرة الحق نحن موجودة عنا يعني دائما، والدليل أنه أي شيء بيصير معنا، يعني حتى الملحد نفسه بيقول لك أنه يا رب دخيلك يا الله، إذا كان في كارثة حقيقية أنا متحدى إذا ما حدا يحكي، بتحدى أي شخص إلا ما تطلع هي الفطرة بالكارثة الحقيقية، إذا كان فيضان أو تسونامي أو قصة، هي الكوارث يعني ما بتعمي عيننا، هي موضوع حرب وقصص وكذا بتعرف أنت يعني يعني صار المستوى أعلى يعني للأسف. فهذا موضوع أنه مثل ما قلت لك يعني موضة، بس كتير كتير مهمة لمجتمعنا هلأ حاليا، لأنه نحن وصلنا لمرحلة ديانتنا هي مثل أبونا ومثل جدنا. يعني أنا دينتي هي هكذا كان يعني تماما تماما، يعني القرآن حتى محدث بي 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 يعني إذا كان يعني يؤول ببعض الأحيان نفس المبدأ، أنه أنت بتعرف أنه أبوك بيصلي هيك، ما بتعرف ليش بيصلي، بتعرف أنه بتصوم بس ما بتعرف ليش بتصوم، هي مشان تذكر الفقراء، طب الفقير عم بصوم ليش؟ هي الأسئلة الجوهرية مثلا، يعني هي الأسئلة الجوهرية. لا في أجوبة غبية عفوا منك، سخيفة للمنطق البشري المنطق العقلاني. فالملحد المفكر أنا بحترمه جدا، لأنه هو إذا فكر وأمعن التفكير في الله، ولكن فتح عين قلبه وتفكير قلبه، لأنه القلب هو الملك والعقل الوزير. يعني العقل إذا بدك تدخله لمرحلة بيصير حجاب بحد ذاته، بيلغيك بالفكرة. يعني أنا بسميها أنه أي فكرة بتجي على رأس بني آدم في إلى طريق من الطريقين، يا أما في طريق أنه ترجع على ربه، أنه مثلا أنه ربنا سبحانه وتعالى رح يهديني رح يزبط الوضع، أو مثلا أنا ما معي مصاري، أنا دائما بذكر هذا المثال، ما معي مصاري، فأنه إيه ربنا عنده خزائن السماوات والأرض ورح يزبط الأمور، وبعمره ما ترك بني آدم وكذا، تنطفى الأفكار السلبية. أو مثلا بياخذك الشيطان لجانب تاني، وهون المصيبة بتدخل بفكرة الفكرة هي، أنه يا الله الوضع الاقتصادي صعب، يا الله ما في حد عامل، ما في فرص شغل، يا الله شوف فلان وفلان وعلتان ما بلاقوا شغل، يا ربي وكذا. هذا بتلاقي مليون فكرة، ومثل النرد بقلب الطاسة، يعني أنت مخك هيك عم يعمل أنه شو بدي أعمل أنا بالنهاية، وبوصل لمرحلة أنه خلص رفوض. والشي اللي صار معنا والنداءات اللي صارت معنا يا الله ما لنا غيرك يا الله، خلت كمان الناس تفكر أنه طب وينه؟
وهذا السؤال مشروع جدا، مشروع جدا، وانا بتمنى انه الشخص اذا فتح عين قلبه وآمن ربنا سبحانه وتعالى رح يعطيه هذا النور ويوصل لمبدأ الإيمان يعني. فهو موجود ويعني ما بتعرفه، بس يعني ما نو رياضيات يعني. المشكلة إنه نحن في نظريات وآليات تفكير بناخدها لحتى نشوف فيها الإله، هو خارج هذا الموضوع يعني. ما فيك أنت تتعامل معه بمنطق رياضياتي يعني، هو يعاملك بمنطق هو منطقي ولكن خارج المنطق المحدود لأننا كبشر. أي شغلة صعبة هي بدها بدها عقل مدبر كبير. طيب كمان سؤال نعرض، كمان سؤال تاني ذاكرين، كيف ترى تعاطي الإعلام الأوروبي مع موضوع اللاجئين؟ يعني بشكل عام صورة الإعلام أو صورة اللاجئ بالإعلام الغربي. طيب الإعلام هو بالعموم برافق السياسة، وأي يعني طرح إعلامي فهو في أجندة من وراء السياسية. يفترض أنه يكون الإعلامي يتبع سياسة تحرير، وهي سياسة التحرير أنا تفك قيود يعني القيود المجتمعية وتخلي الإنسان أفضل، ولكن للأسف هلأ نحن في بتتبع أجندات معينة لحتى كل شخص بقى يعني يعمل الشيء المطلوب منه. عرفت كيف؟ أنا بشوف تعاطي إيجابي، وأي شخص إذا أنت يعني هلأ نحن كلاجئين أثبتنا نفسنا هون في ظروف مواتية لأنه أنت تدعم يعني نجاحك، يعني أنت تضبط وضعك أكثر، وهذا الشيء رح يتعاطى معه الإعلام بصورة أو بأخرى بصورة إيجابية. بس العقل البشري بيركز دائما على الأمور السلبية أكثر من الأمور الإيجابية، فبتلاقي أنه طلع شلون عملوا، طلع شلون ساووا، طلع كذا. بس لا، في كتير نماذج ونحن عم نشوف على وسائل يعني الإعلام شيء نماذج مشرفة فعليا. الحمد لله. كمان سؤال أخير من ضمن الأسئلة اللي إجت على السوشيال ميديا، رأينا خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تغيير الاسم والاسم المستعار. انتبه، في حدا بلمح لك. فلماذا قام البعض بذلك؟ وهل يعتبر ذلك تخلي عن الأصول والقيم المجتمعية القديمة للشخص نفسه؟ هو ما واحد تخلى عن أصله أبداً، فبس نحن نتيجة الأمور اللي صارت معنا بسوريا بتعرف أنت الملاحقات من قبل السلطات، فبيكون في عندك أنت مشكلة إذا كمان إذا أنت حامل الاسم وابن عمك حامل الاسم وكذا حدا حامل الاسم، فبروح ابن عمك بجريدتك. عرفت كيف؟ فلا، الواحد يعمل اسم مستعار يفضل أزبط. وفي شغلة أنا بالنسبة لي كانت أنه أنا ماني اسمي، أنا وصل لمرحلة أنا اسمي القديم كان عامل شيء، أنا ماني اسمي، أنا فيني أعمل الشخص اللي بدي إياه بالمرحلة اللي بدي إياها وأنفصل عن التعلق بالاسم حتى. وهذا الشيء اللي أنا يعني حاولت أشتغل عليه، وعلى الأقل خلينا نختار بقى شيء يعني اختاروا كتير شغلات عنا أهالينا، فخلينا نختار شوي شغلات يعني نحن. يعني هذا الشيء كويس؟ كويس ولا لا، هذا بيحدد الشخص نفسه كيف عم بيتعامل مع هذا الموضوع. يعني أنا مثلا بتزيد ثقتي بنفسي أو لا، أنا بتعامل بطريقة إيجابية ولا لا. يعني أنا مثلا شخصيتي القديمة بالاسم القديم مرق بظروف وتطورات ومخاض لحتى وصل لهون، كتير صعب يعني. أنا هلأ وقت حدا بيذكر لي بالاسم القديم ما بدي أقوله طبعا على الهواء، بس بتضايق، بتنكرز، بحس في شيء غلط لأنه حمل لي الذاكرة كلها وحط لي إياها دغري ورد مرة. طبعت في ذاكرتك أنه اسمك القديم هو فيه الشخصية كتير شغلات هي. إيه، شخص عانى وشخص خطأ كتير وعمل كتير قصص، وعم حاول أنه ألغي أخطائه تماما. الله يحسن ختامنا. يا رب. خليل ألق. طيب رح نأخذ كمان فاصل لأني خلصت الأسئلة تبعت السوشيال ميديا والفيس، بنحكي نرجع إن شاء الله. يلا أصدقائي، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. ميران، حكينا كتير كلام حلو وكمان وكلام إن شاء الله مفيد، والرسائل اللي حكيناها هي كانت رسائل
في منها مبطنه في منها ظاهره. هذا الشيء كويس وانا مسرور جدا يعني الحمد لله. الله يشهد عليك. في كلام بوصل للأذن وكلام بوصل للقلب. هذا على القلب. أنا عندي على القلب. غيري الله تعالى. مستقبل بقى الله أعلم. طيب ميران، بدنا نحكي على هجرتك لأوروبا. نحن حكينا عن تركيا بس. طبعا وعملك في القنوات التلفزيونية. تماما. معش نختصر شوي بعد إذنك بحكم العمل في القنوات التلفزيونية. بعدين ننطلق الى اوروبا. هلا بعد ما قلت لك اشتغلت اول شيء بموضوع الترجمه شوي لفتره صغيره بسيطه، بعدين انتقلت لراديو بديت الراديوهات العربيه السوريه بالذات انه تركيا تشتغل بتركيا، فاشتغلت براديو نسائم سوريا كانت موجوده يعني المحطه الرئيسيه بعنتاب غازي عنتاب. بنوجه لهم تحيه فردا طبعا، وجهنا اصدقائنا وزملائنا العاملين الحلوين الموجودين بشكل عام كل حدا. يعني انا ما فيني يعني انه وجه لبس الفرد الطاقم كله، كان مو لشخص بس معين، بتعرف انت كذا وسيله اعلاميه تماماً. فكل حدا أمين على رسالته أنا بوجه له تحية وبشد على إيده. بالعموم بعد ما انتقلت من نسائم سوريا رحت لراديو ألوان كمان باسطنبول، اشتغلت تقريبا بهذا يعني مع بعض تقريبا 3 سنين وشوي. بعدين انتقلت لقناة دار الإيمان، وكان الوضع كمان حساس انه انت كيف بتنتقل لقناه شوي توجهت ديني اكثر، وكان الكاست اغلبه السوريين بس موجود معنا من كافه جنسيات الوطن العربي. هون صار في عندي احتكاك لاول مره مع الجنسيات الاخرى. حلو. وكنت سعيد جدا، عندي صداقات كثير بعتز فيها من الاردن، من فلسطين، من المغرب، من اليمن. جدا أنا غنتني هي التجربة يعني، وحبيت وجودي بهذا المكان. انتقلت من بعدها لتلفزيون سوريا كمان يعني هلأ معروف بعمله للقضية السورية. يعني تلفزيون سوريا انت تركته اخر تلفزيون هو كان تلفزيون سوريا، بعدين هاجرت الى بعدين هاجرت في سبب معين كان ترك بصراحة. يعني رأس مال الإعلامي أنت بتعرف أنه تنقله، يعني يفترض إذا كان عم يفكر بالمستقبل فيفترض أنه يقدر يتنقل. الجواز السوري ما بيفوتك لمكان يعني في للأسف، فبدك تحاول أنه تبحث على أرضية أكثر استقرار. فقلت لا، أنه الوضع يعني بأوروبا أزبط، وألمانيا يعني ان شاء الله هيك بالايام نصير مواطنين يعني مواطن الماني، واخذ الجنسيه والجواز واقدر اتنقل واقدر اعمل يعني اشتغل على طموحي بشكل اكبر واريحيه اكبر. هذا السبب الرئيسي، الاوراق القانونيه والثبوتيه هذا اهم سبب بالنسبه لي. في مجموعه من الاسباب كمان ثانيه بتتعلق بالمؤسسات الإعلامية للأسف اللي عاملة بميدان يعني القضية السورية بمجموعة. الله يعيننا بس ببساطة، ما رح أقول غير هذا الكلام لأنه ما معنا وقت كتير. يعني إذا بدنا نفصل بدنا حلقة كاملة عن هذا الخصوص بالذات. يعني الله المستعان. ميران كمان رحتك لألمانيا هلا، كيف بلشت؟ بديت انه اول شيء انه استقريت بميونخ بعيدا عن كل المدن اللي انا بعرف فيها اشخاص، لانه بمرحله التاسيس حبيت انه يكون في عندي فردانيه قبل ما انه اتاثر كثير بالواقع السوري اللي سبق وتاثرت فيه بتركيا. فركزت على اللغه. وأنا قبل ما أسجل الحلقة يعني أنا بخلص امتحان وجاي لهون على النمسا لحتى أسجل الحلقة. هو السي آينز. نعم إن شاء الله ناجح وموفق بإذن الله. تسلم يا رب. الله يخليك. فركزت على هذا الموضوع وتعرفت عم ببدأ هلأ أتعرف على الوسط الفني والثقافي الموجود بألمانيا. عملت أول كوميدي شو لي كمان بشهر 12، وكان تحدي بالنسبة لي لأنه الجمهور يعني 90% منه كان ألمان. هو ما في فرق، بنحكي نفس اللغة يعني عادي.
بس هذا الموضوع انه انت تضحك شخص من غير لغتك بغير ثقافتك بكثير كان ما موضوع سهل ابدا والحمد لله. روح. يعني قدش يروح الفكاهه روح الدعابه اللي عندك بثقافتك غير هي كل لغه سبحان الله بتعطيك شخصيه معينه بتعطيك جانب من شخصيتك بتكشفه بطريقه اكثر. فلقيت انه انا وحتى بناء على اقوال اساتذتي اللي درسوني اللغه انه انت عندك الكوميديا باللغه الالمانيه فحاول تستغل هالقصه واستغليتها نوعا ما وعملت هذا الترتيب. هلا عندي كمان مجموعه افلام يعني طور التسجيل والتصوير ما شاء الله يا اخي. المانيا هي ساعدتك على هالموضوع؟ طبعا اوروبا بالعموم هون باوروبا بتعرف انت في عندنا شيء اسمه نظام الاجتماعي التضامن الاجتماعي. فالشخص ما نوع عايش بفردانية مطلقة بأنه عليك كل شيء وأنت بدك تعمل كل شيء مثل بقية الدول يعني أنت بدك تشتغل لتعيش وكذا. وهذا هون في عندك مجتمع في عندك دولة تساعدك في عندك شيء بيوقف معك يعني ما بتحس حالك لحالك يعني حتى لو كنت لحالك ما بتحس حالك لحالك. يعني هل هذا دليل أنه هم متفوقين علينا على الشرق الاوسط بهال طبعا النموذج؟ طبعا هذا الـ هذا الـ هذا النموذج اصلا نحن موجود عندنا يعني اذا بدنا نرجع شوي لسنح بس ما عم نطبقه ما في تطبيق يعني للاسف مع الاسف. يعني انت بتقول انه اوروبا هي سبب او احد اسباب نجاحك وانطلاقك بشكل عام رجعت الى الاعلى ان شاء الله باذن ربنا. يعني بنتامل يعني انه يصير هذا الموضوع وانه ايه بالفعل هون في مجموعه من الظروف اللي اذا الواحد قدر يرجع يمسكها بطريقه متطوره اكثر يقدر يوصل ل مراتب ما كان يحلم فيها ببلده الاصلي. وهذا هي نقطه كثير مهمه انا بتوقع. في صعوبات واجهتك في الصعوبه البدايه بتحس حالك انه انت انا وين يعني هذا الشعور لكن أنا وين طيب إنه الناس عم تحكي غير لغتي وخاصة إذا ما كان في عندك بيئة حاضنة اجتماعية من الناس اللي بتعرفها أنت يعني أنت جاي لمكان ما بتعرف فيه حدا حرفيا. وأنا صارت معي مرتين يعني كان بتركيا وكان بألمانيا هون. فهي الصعوبة بحد ذاتها لأنه أنت في مستوى من الحديث ما فيك تفتحه غير مع ابن بلدك مهما يكون يعني إلا لتتطور بمرحلة ما من اللغة لتقدر تفتح هاي الأحاديث. يعني هلأ فعليا إيه بقدر أفتح أحاديث ما كنت أقدر أفتحها من قبل. وشو بتنصح طيب الوافدين الجدد؟ بنصحه أول شيء يركز على أساسيات مثل اللغة واللغة هي مفتاح لأنه تتعرف على الآخر لا ترفض الآخر لا تفهم الآخر مثل ما مبرمجينك على أنك تفهمه الأعلام مبرمجك أنه كيف تفهمه وتتعامل معه. أعطيه فرصة مثل ما هو استقبلك بأيادي مفتوحة كمان أنت رد له هي الأيادي المفتوحة وأعطيه فرصة لحتى أنه يعبر وتشوف أنت أرضية مشتركة بينك وبينه كلغة. أنا بنصح كمان أنه واحد مو بس كمان يقول أنه أنا بسمع وما بحكي وهذا لا يكتب كتابة كتير مهمة بتطور أي لغة المعلومة بتثبت وبتطور اللغة على ناحية الكلام ليس فقط الفهم لأنه الفهم ممكن كتير أشخاص تفهم أكثر ما تحكي بس إذا بدك تحكي بدك تكتب تماما. طيب حبيب بدنا ننهي خلاص مع الأسف طبعا. طيب أنا زعلان هلا خلاص توكل على الله. طيب شو بتوجه آخر كلمة إلى بالعموم أنا بوجه الكلمة الأخيرة يعني طبعا بدي أتشكر كتير العرابين اللي ذكرت لك يا هون تشكر أهلي وكل مين وقف معي أبي وأمي كمان عم يعني وقفوا بوجه المجتمع في سبيل إنه أنا أطلع من هي البيئة لأنه ما إنه شيء سهل إنه أنت كشخص موجود بسوريا تدرس تمثيل أو يكون في عندك هذا الباع. كمان أهلي كانوا من يعني وقفوا معي بتشكرهم كثير على هذا الموضوع. للشباب وأي حدا عم شوفنا كان ببدايته أو متقدم شوي بقول له إنه
يعني بتمنى أنه يشوف الأمور بطريقة إيجابية، وأي شيء بتآمن أنه رح ينوجد وبتحس أنه انوجد رح ينوجد بالنهاية. السعي رح تشوف نتائجه أكيد. ما تخلي أي صعوبات وظروف تحيطك، خليك أنت أكبر من الصعوبات اللي بتصير حتى لو كانت بحجم حرب. والحرب هي اللي بتصنع جوهر البني آدم، هي تجربة يعني كثافة حسية بتطالعك بطريقة غريبة، يعني بتصير الإنسان مميز جدا عن بقية أقرانك. وما بحكي عن حالي، عم بحكي بالمجمل بشكل عام، نحن كأبناء حرب إذا بدك تسمينا. بلشنا بالعنصرية. لا، ما في عنصرية هون. لا، حلب. شو حلب؟ ترك سوريا. حرب. حرب. انا كيف سمعتك حلب؟ شايف انت اللي عم تسمع؟ انا عم بحكي. تمام بيتي. خليلي قلبك، شرفت فيك يا ميرار مره ثانيه، وانا كثير مسرور ومبسوط كثير بوجودك معي هون. والله انا كمان سعيد، ولاول مره يعني بحكي كثير جوانب ما انا متعوده الناس تسمع عني بالعالم. يعني شكرا لك. شكرا لك كمان ولكل المتابعين. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا واستمتعتوا معنا. نشوفكم في حلقات قادمة، وأنا مني السلام عليكم.